يا لها من نهاية، يا لها من نهاية بالضربة القاضية الماتادور الأسباني رافائيل نادال. إذن إلى ربع نهائي اليوس أوبن في ثالث سنة على التوالي، روح رياضية عالية بين اللاعبين هنا، ونادال إذن لربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي. Absolutely amazing career, and it's wonderful to have you on our team, and please welcome Rafa Nadal.